Le répondeur des enfants. Répondeur des enfants. كلمة طفيليات حسبريك شو نجم يكون كلمة طفيليات؟ شو معناها طفيليات؟ حبوب طفيليات تقريتهم طفيليات مثلا متاع الطماطم مثلا قرن فلفل في طفيليات برشة طفيليات غلة وإلا مثلا خضرة بتتكاثر البذور متاعها عندها برشة بذور ذكا هي طفيليات طفيليات جراثيم قالك جراثيم كيف جراثيم مش كين جراثيم حتى هي كيف إيه مثلا تو مريض مرض بالطفيليات هذي وين مرض بها في قريشمي معناها إني كيكة ومريضة يولي حتى صاحبي كيف ينتصف طعمك معناتها حاجة متاع الطفيلية معناتها عشر طفيلية هي أول حاجة معناتها بعد مرور أيام معناتها كل ما تجيبش لا ثمرة لا معناتها حاجات تبدأ صغيرة هكا معناتها نجم نقلعوها طفيليات لحاجات زايدة حاجات ما نستعملوهمش برشا عشب طفيلة عشب طفيلة وين لقاوها مثلا الحشيش لقاوه في كل بلاصة وين في كل بلاصة في الحديقة الحشيش في الحديقة تطلعهم انت كيفاش تعرفهم بالله شكون ما عندوش حشيشة في داره طفيليات هما الأطفال المرضى الحشيش اللي تمت واحدة من غير ما نزرعها من غير ما نغرسها